هنكمل كلامنا عن جزء مهم جدا، حاجات يجب اللي احنا نهتم بها اثناء النظام الغذائي بتاعنا، اللي هو الشوفان والتونه والسلطه كعنصر اساسي في القيمة الغذائيه بتاع المرحله والثانيه. اول حاجه نبتعد ابتعاد تام عن المشروبات الغازيه زي الحاجه الساعه اللي بنشربها في الافراح في عيد الميلاد. على الاقل في اول شهر نشرب بس كوبايه حاجه ساعه في الشهر، ده هيساعدك انك فعلا تتخلص من الكرش بسرعه، لان الكرش هنا هو احد مشاكل اي انسان. اسبابها اللي هي منطقه الجانبين دول بتترهل ترهلات بسبب الحاجه الساعه، فياريت نقلل جدا من الحاجه الساعه، الشيبسي، اللانشون، نعتمد على البيض تماما، بيض مسلوق. دايما نجيب اكل كله صحي كخضروات، تكون دايما صبحه، على الاقل ننام 8 ساعات يوميا وقبل الساعه 12 بالليل، ونصحى بدري 7 صباحا. واهم شيء ان بعد اي وجبه انا باكلها بتمشى 50 خطوه، ودايما نتجنب ان احنا نشاهد التلفزيون او الكمبيوتر واحنا بناكل. نخلي كل حاجه في حياتنا منظمه، الاكل لوحده، الشرب لوحده، التلفزيون اثناء الاستراحه او الراحه الثانيه. دايما نبحث عن اي حاجه مصدر الضحك زي المسرحيات، النكت الموجوده على الانترنت، ونبتعد شويه عن التشاؤم او الاكتئاب. ياريت اهم حاجه نفطر بوقت ثابت، نتغدى بوقت ثابت، العشاء ثابت، جسمك يبقى عنده قدره اكبر على ان هو يديك باور، تعيش حياه طبيعيه، تخس بسرعه، جسمك يبقى رياضي او جسمك يبقى رياضي، وده كله لصالح الجسم عموما والصحه عموما. كمان اثناء المشي او اثناء الجيم ياريت نلبس اول شهر او شهرين في بعض البدل بتاعت الرجيم بيسموها بدلة حراري، او بتحط حزام على الوسط عشان يساعد شوية في عملية حرق الدهون في منطقة الكرش اللي هي البطن والأرداف. دي كلها بتتباع في اي مكان رياضي، محل رياضي. ياريت دايما نحافظ ان احنا نشرب لبن منزوع الدسم، ناكل جبنة منزوع الدسم، نبتعد عن الوجبات السريعة ياريت أول شهر بس، وبعدين نخليها مرة في الشهر، وبعدين نخليها مرتين بس، كل حاجة مقابلة على حاجة. يعني هتاكل كميات كبيرة من الطعام بعد شهرين، تدي قدامها ممارسة رياضة ساعة وساعتين. دي لو أنت عاوز مثلا تاكل محشي، تاكل أي حاجة بعد الشهرين الأوليين، لازم تمشي بعدها مسافة طويلة. شربت حاجة ساعة تمشي بعدها ربع ساعة أو تلت ساعة على الأقل، أو تجري أو تركب عجلة. المهم الابتعاد التام عن أي سكريات، نشويات، كربوهيدرات الموجودة في المكرونة والرز في أول شهر بالذات. لو أنت مشيت على النظام الغذائي ده مع التعليمات السهلة دي، مع ممارسة الرياضة إن شاء الله هتخس إن شاء الله بسرعة. إن شاء الله تابعونا دايما على القناة وكل ما هو فيه إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.